السلام عليكم، كيف حالكم شباب؟ ان شاء الله طيبين. معكم عبد العزيز ورجعت لكم بالحلقه رقم 16 من لعبه بوردر لاند 3. ولا تقول من يبدا تضغط زر لايك وسبسكرايب. والله يعطيكم العافيه على دعمكم الحلقات الماضيه. شكرا لكم اخواني من كل قلبي، اتمنى توصلون دعمكم. خلونا نكمل باللعبه الجميله ذي بسم الله. طب الحين عندنا مهمه طلعت لنا نهايه الحلقه الماضيه، خلونا نكلمه ذا ونبدا المهمه حقتنا. Well, the amber mile tried to put you in the mud, didn't it, Fall Hunter? Good to see you're still on dry land. What? Terribly sorry, I thought you said something. Fall Hunter, I got the fire in my breast and a gun in my hand. We gonna take back the last key fragment, and I figured out where it is. The Jacob's Powder Cellar. What is a powder cellar? Well, that's where my family cascades our signature gunpowder. My father must have hidden the fragment in a barrel of Grand Reserve black powder before the Calypsos arrived. Clay knows a secret way to get in. Go and meet up with him. This'll require a two-pronged attack. Vault Hunter, while you infiltrate the cellar, Alistair and I will slip past the Harpy's zealot guard. Tonight, we take back Jacobs. Hear, hear. I'm over by the waterfall when you're ready, Vault Hunter. Okay, احنا سنروح اللي هو كلي. اعتقد لازم نسوي سفر سريع. يعني كلي ده سوينا معاه مهمة الحلقة الماضية. فدحين كمان لازم نسوي معاه مهمة، بس خلينا نشوف هو فينه. طيب هو هنا الحمد لله، بدنا نسوي له سفر سريع. خلونا نروح له. Vault Hunter, I cannot excuse Aurelia for what she's done to Wainwright and the people of Eden 6. She must answer for her crimes, but she is still my sister. If I could speak with Aurelia face to face, I might convince her to surrender. Enough blood has been shed. Sometimes the bonds of family can be repaired. I ask only for a brother's chance. ادريش بو كذا بعد فجأة. طبعا المهمة اللي راح نلعبها بليفل 27، واحنا كمان بليفل 27، فان شاء الله يعني ما راح نعاني فيها وراح نقدر عليها باذن الله بسهولة. كذا فين راح؟ معقولة بعد مرة ولا؟ هذا كيف وصلنا بسرعة؟ اوكي احنا خلونا نروح المكان ذا المطلوب. الحمد لله يعني ما هو مرة بعيد. خلونا نروح له. بس قبل ما نروح له خلينا نوريكم الاسلحه حقتي على السريع. انا اشتريت بعض الاسلحه. السنايبر ذا طلع اللي اخذته، لقيته طايح الحلقه الماضيه. يعني من الاسلحه يعني الذهبيه اللي اقوى شيء. الضرر حقه صراحه عالي. وعنده الرشاش ذا صراحه جديد، بان عليه مره قوي. والشات جان ذا كمان بان عليه مره مدمر. والمسدس الصغير ذا تقريبا من الحلقه الماضيه. صراحه احس القديم ذا اللي كنت استخدمه قبل كذا احسه اقوى، فتقريبا راح اجرب ذا. طلع يعني لك عليه راح ارد اللي هو المسدس ذا. فايوه هذه هي الاسلحه حقتي صراحه، يعني بانها الحين صارت اقوى. ان شاء الله راح نقتل الاعداء بشكل افضل. الحين خلونا نروح المهمه حقت كلاي. اوكي اخوينا ذا هنا، خلونا نروح نكلمه ونتبعه. كل علينا نتبعه. انا ما ادري كيف فجاه كان قدامنا، بدنا نوصل هنا بسرعه. This passage seems inconvenient. A party trick, perhaps? Yeah, Jacob's family loves their secrets. This passage will put you right underneath the estate. Stay smooth, operator. That passage should have put you smack dab in the powder cellar. The barrel delivery pipe ain't far. Get moving and watch your stray shots. صراحة الكوكب ذا يعني مرة طولنا فيه، أكثر كوكب صراحة يعني طولنا فيه. يعني ما أدري صراحة يعني ممكن هذا آخر مهمة فيه. هنقتل ذا كذا. يا سلام، صراحة ضرر الرشاش مرة رهيب. نبي ذا كذا. فنحن آخر مرة المهارة حقت 15 دقيقة قويناها. فأكيد راح تلاحظوا إنه الضرر حقه راح يكون أعلى. يا سلام على ضرر الرشاش. هذا الرشاش يا شباب لما ختمت المهمة اعتقد اللي بالحلقة الماضية دون الرشاش، اعتقد انه هذا هو. الصغار ذولي كنت تعاني معاهم راح تنفجر. هذا الحين مع الرشاش ذا صراحة قاعد انهيهم على طول. ثانية، نروح نحط الشوت جان. يا
يا سلام على الشتغان يا ساتر. صح الشتغان سريع مرة رهيب صراحة. أقرب اللي هنا بعد على النار. السلام عليكم جل الأخير. وودا مدفع يا ساتر. نرجع لهنا. كنا هنا الحمد لله. نشوف إيش فيه. إن شاء الله سلاح طيبة. إيش عندنا هنا؟ مسدس ذا. خلنا نأخذ كل شيء. بس كمان نأخذ الفلوس اللي هنا. نصرف لسه فيه. والله دي بتفجر اخر عنها. Every batch is unique. I prefer an oak branded cask myself. Oak takes longer than you think, but it's worth the wait. Alistair and I are nearly to the delivery controls. Vault Hunter, clear the room. We can't let that key fragment get into zealot hands. صافي يا كاترين هيا. من غير سلاح. والله صراحة لو انكم متذكرين الحلقة الماضية كلي هذاك الثاني مسدس صراحة كان مرة قوي بس خسارة يعني بعد ما خلصت المهمة أخذوا مني. والله صراحة كان مرة مسدس قوي. والله حتى ذا ما هو سيء. خلنا نجي على هنا واخر على المدفع. يا سلام عليك يا شيخ. خلنا نجرب اللي هو السنايبر. صار في واحد هنا. والله يا ضرع حق السنايبر شايفين كيف؟ اوه والله ذا صراحة عندنا لما راح نواجه زعيم راح يساعدنا بشكل مرة كبير. كم واحد هنا؟ ادفع ادفع ادفع. السلام عليك. والله صراحة طلع اللي هو السنايبر صراحة مرة كويس. هذه كنت تلقينا. اوه الرصاص خلص يا لطيف. والله مرة بسرعة خلص. عنه كان فل. بس ما في شيء. خلنا نكمل مهمتنا. باقي اثنين هو بس. ناخذ الرصاص اللي هنا. انا فينهم؟ هديها مديه. نجرب النوع الثاني. كان فينه؟ اوه والله طرح حقه عالي. يا لطيف لسه كمان فيه. تجي الشتغان. يا لطيف في ورايا كمان. الا هلا خلنا نرجع لورا. على كنهيليه. لك والله لسه في. هذا بيموت بيموت. اوكي انا هاته. يخرب بيت ابو ذا مره قريب. شري سلاح ذا اللي معاك من الذين. عش عش عشك. خلو قبل تنفجر. خلنا ننهي ذا. فين الشيء ذا؟ هي بنهيه. يا السلام عليك. الدرع ذا كيف؟ خلنا بس اشوف. والله ما ادري ايش يطلع ذا. اظنه ال يعني لما احط له سكن كمان بدنا نغير له اللي هو راسه. اعتقد هذا راس جديد. ناخذ ذا الرصاص كله. شيء لازم نلاقيه. راح اتوقع لو ابغى الاقيه ممكن الاقيه هنا بالدور ذا اللي فوق هنا. ما في شيء. لا هذا درع. ناخذ الاشياء اللي هنا.
Hunter. We're at the controls now. It's a closet full of color-coded levers and dials. Winnie, you didn't tell me we needed to solve an elaborate puzzle. Nonsense. An elaborate puzzle is its own reward. Vault Hunter, all you have to do is push the request button by that delivery pipe and open the tube near you. We'll solve this puzzle over on our end. Let's see. That's this lever here. Crank back the amplitude here. Winnie, hurry. If my sister finds us... Set the dial to cupcake, pull the silver chain, and here it comes, Vault Hunter. نحط الزر ده نشوف ايش راح يصير. كله كله وخر عنها طيب. Damnation. Alistair, look around for clues. I found a stuffed fish with a code on it. That'll be the answer. Alistair, read me the clues and I'll solve it. I'm hardly in the mood to... Oh, fie. Here, Eagle Crab 7 Windigo. This is the fun part, Alistair. Try and enjoy it. There, the code's in. Vault Hunter, hit the request button. This time for sure. طيب دحين خلنا نضغط الزر مرة ثانية. قال لي this time for sure. يعني خلاص دحين راح يعني أكيد يعني راح تزبط. كله. Hells, bells, the fish was a red herring. Watch out for more zealots, Vault Hunter. ربطت لسه فيه هنا كمان. الشكل على الشكل على الشكل لسه فيه كمان شوف قاعد يجوف على كديهم كمان يا الله اوه المدرع ذا يا الله هن ما طيقه اديله بالقنبله كذا والله في واحد بعيد مع سلاح مره جامد وخر 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 خلنا راح ننهي بسرعه لا سوى مدفع الله ياخذ ابو شكله سوى مدفع يا لطيف يا لطيف المدفع راح ينهيني خلو خلو درع يزيد شكله ما يمديني اتحرك لطيف راح يجي عليك ذا الحمد لله دمر المدفع باقي ذا المدرع اي بيت موت امزح معاك انا باقي واحد كمان هنا اوه يا الله جت دفعه جديده ولا ايه شكلي على شكلي ويلك والله جت دفعه جديده كمان بدي كذا اكثر من واحد كمان يا ساتر والله اكثر من واحد كمان والله الصراحه عجبني الضرع حق الرشاش ذا بس لو يطلق بشكل اسرع كل شيء مره افضل الله شوف اللي هنا قد ايه خلنا نطلع لهم يا لطيف الشيء ده لازم يموت بسرعه ده مره جامد دي كمان اوكي هنا بس في واحد ورايا كمان يا لطيف قاعد يهجم من كل مكان فين اللي هنا فين اكتب دي اللي هنا لا لا يا هنا فين 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 مدرع ذا يا لطيف هدي 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 تقدر تحط من درعه يا سلام والله قاعد يصير ضرر كبير هدي دي من قرابل وخر عنه وخر عنه راح تنفجر نروح خش فيه هي قرب من هي بس بيموت يخرب بيت بيموت طب بين واحد بس هو المدفع بس هي If I have to enjoy myself while solving the last puzzle my father left for me, I damn well shall. You are right. I'm sorry. So in that case, I should not point out the code written on the ceiling. What? Oh, damn. Blue lever, white button, brass chain. Alistair, you beautiful bastard. This is it. Vault Hunter, press the button. طب دحين خلنا نضغط الزر. الله يستر لا نضغط وكمان يجون اعداء من جديد. شوف الحين. The Grand Reserve.
لازم اطلق عليها باي. What did I tell you? Easy as pie. نشوف شو طلع. A team success is what that is. Now we can open the vault. Come meet me and Alistair near the gardens. I'll open up the way for you. Just follow the conveyor system out of that room. طيب طب احنا نروح نقابله ذا اللي قاعد يكلمنا. صار في طريق من هنا خلاص. تنعدي. You're on your way. That'll take you to the distillery room. You're coming up on it now. This way the house has been poorly tended to since even before the Harvey got her frigid claws on. Okay, هنا في رصاص. My father considered groundskeepers to be a useless frivolity, like lullabies or birthday parties, when all I wanted was a damn clown who could tie balloon animals. Yeah, sorry, tamping that one back down now. Ooh, هنا بيروح نواجه أعداء. ندار يا شيخ. فيها فيها. يوب قنابل خلق غير السلاح. فينهم والله صراحة الضرع حق الشتقان مرة رهيب. أنا أكثر شيء عجبني فيه إنه سريع. يعني الحلقة الماضية كان معي الشتقان لازم تطول وتحلق على R2 مدة طويلة لين يعني ما خلاص بدك تطلق. ما الشات كان ذا على طول. Wish I could see the look on that Harvey's face when she finds out. Wish granted. Hands above your heads, please. Vault Hunter, hurry! We've been found. طب لازم أعجل. Aurelia, as your brother, I implore you to stop this. Step aside, Alistair. Well, I trimmed the last loose end of the Jacob's line. If you want to kill Wainwright, then you will have to. Yes, I know. يا ساتر بين عند البوس فايت اللي طلقت عليه ذا اخوه تخيلوا. Into the fray. يدري اللي هو الرشاش ذا. يا كذا. شكلي يا حبيبي عشك سريع انت مع الشك حتى. ايش قاعد تألف؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ردك عليه بسرعة. يدي من القنابل. كمان كمان كمان. الله شو الشيء ذا؟ جابت الفزعة بت. يا ساتر. الله 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 الله. نروح نديها كذا. هي هي بنحطها بالدرع. يا لطيف طب تسعد تسعدني. هديها هديها هديها. السلام عليك. يدينا السلاح اللي هو الشتقان. الله يا ساتر. خلنا نرجع لهنا. خذ خذ الرصاص. شكله خلنا نحط السنايبر. يا سلام على الضرب. يهديها من ذي. هيا هيا ذي قدامي. أنا عليك أن ترحمها. هي 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 قدام. هي درعها يرجع بالتلذينة. والله حسد لازم لها الشاتقان هو اللي راح ينفع معاها. كمان كمان كمان. مدري هنا ايش بتألف. هي هي هي, هي تقريبا نقص من نص قوتها. فتبو هي اللي بالكم 28. يا درعها رجع. فينها فينها الله ياخذها. ما ادري فينها. الله ياخذ ابوك درعك رجع. هي هي تديها تديها. عشك عشك عشك. يا والله قربنا ننهيها. هيا يهديها من القنابل. والله هذا تسوي ضرر كبير. يا سلام الوحش حقنا قاعد كمان يطلق عليها.
حبست نفسه هنا. رصاص رصاص عبديز هيا. اوه لازم اطلق هيا. خذ ابو في درعه رجع هيا. صعد رياسة فيها من دي. هيا هيا قرب نحطم لها درعها. راح ياخذ ابو درعك هيا. قربنا من هيك الله ياخذك هيا. عشك 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 بس كم طلقه باقي. ممكن غير سلاح. يا سلام هذا سريع. يهديها خلاص خلاص دحين راح ننهيها ان شاء الله. هيا هيا طلقه بس رجال. يا سلام هناها بالتلدي هنا هناها. Alistair Alistair are you all right? Me? What about you? You were shot just as much as I was. Oh, I'll be fine. Not the first time I've had lead in my belly. Just have to clench. والله كل شيء تقريبا تركله كان جامد. شوف الدرع ذا والمهارة دي. والله هذا ما أدري استطرع بس خلنا نأخذها. ممكن نأخذ الشيء ذا. والله شوف الدرع كم يسر ما شاء الله. Thank you, Volta. Giving her every chance and humoring a blinded fool of a brother. Your wounds, are they dire? We will survive the trip back to the lodge. It's up to you to finish the task, Vault Hunter. Right, the vault. To reveal the entrance, you'll have to solve some light statue-based riddles out in the gardens. The only puzzles I enjoy are putting skeletons back together after I have removed them from their owners. Oh, I do apologize. Are you hearing this, Alistair? The Vault Hunter's lost all whimsical intrigue. Forgive Winnie, he gets cranky when he's been shot. Do just try solving the riddles, Vault Hunter. Your first statue was out بس قبل ما اروح في شيء انك ما نزلت نشوف شو. لا لا ذا ضعيف. خلونا نحط اللي هو ال خلونا نحط السلاح الجديد اللي جبناه. والله أسلحك مرة كثيرة بس ذا صراحة حبين عليه مرة جامد. خلنا بس أشوف اثنين الباقي اللي جات. خلنا نحط الدرع الجديد. والله درع حسر مرة طول. أوه ليه أضعف؟ أها أيوة ذا الأقوى. يا سلام صار أقوى بشكل مرة كبير. الحين نروح لهنا. Once you clear the path to the vault, I will join you with the rest of the vault key. اطلق عليه. That's the founder himself, Singleton Talbot Jacobs. Quite the eye for detail he had, even if it caused him to miss the big picture. Listen to the recording for a hint. والله غريب هذا ما اطلق عليه. لازم اطلق على راسه. البوابة دي انفتحت. والله صراحة السلاح مرة باين عليه قوي ذا. Head to the menagerie next. كم طلقة هو؟ 8 نحط فيه؟ أنا والله شيء مو سيء. نحن نطنشهم دوري بس وراح المهمة حقتنا. والله صراحة الضرع حقه مرة كبير ما شاء الله. وين حتى لازم أطلق عليه. هذا باين انه لازم نطلق عليه من ورا. خلونا نروح نساعد الوحش حقي. قتلوا والله ياخذهم. لا الشيء ذا الله ياخذك يا شيخ. بدنا نساعده ان شاء الله مداني باذن الله مداني. الله ياخذ ابوكم يا شيخ. يا ساتر كان ابواب اللي فتحناها. والله لازم نرجع لورا. كم نقتل ذولي. يا سلام شكلهم قاعد يصيرون ضرر كبير. يخرب بيته في واحد هنا متعافي مره. جديد من القنابل.
ظل عليه والله يا أخي تعافي. هي من هي والله طيب والله كثيرين بس خلاص بما انه ذا قريب ننهي منها كمان ناخذ اللي هي الاكسبير نقاط نزود الليفل حقنا اللي ذا كم الدينا شايفين 900 ذا بدانا نروح المكان اللي هنا بس خلينا كمان نظبط نفسي بالرصاص لحسن هذاك صراحه يعني ركت عليه مره كثير كمان حساتر في واحد مرة وراي أيوة الحمد لله خلاص راح طبعا نحن نطرق من هنا هو تقريبا أعتقد بقنا آخر تمثال This greenhouse was installed by my grandfather Horton First Jacobs to sell firearms to someone without a mustache and a great vision يعني فينك التوه فينك دول الصغار لازم اقتلهم عشان لا يسوون مدافع اخوخ وخر يا ساتر خبت ابوكم هيا يبدي من القرابل كل واحد بس من دولي راه يعشق جديد نسلح ذا الجديد واللي سلاحه ذا ياهو جامد طيف لسه فيه هنا واللي والله يا مع سلاح ذاك مره جامد يا لطيف لطيف والله حالتي صعبه طلع له هنا كم قوتي تزيد السلاح ذا تحول سلاحين نشوف النوع الثاني سلام والله سلاح مره رهيب صراحه انا بكتب واحد هنا عشق عشق اللي فوق هذاك لازم يموت صراحه يخرب بيت ابوك يا شيخ ابو الضره اللي تسويه والله يا هو مره جامد من الذين شكله كلهم متجمعين جنب بعض هيا هيا اللي هنا اللي هنا كبقنا ذا بس درع ذا هم مزعج بقي لي ذا بقي لي ذا حبت ابوك يا شيخ هيا بنهي بنهي سلام بقي بس كم واحد هنا يا سلام عليك تقريبا السلاح ذا نظامه كذا تحط فيهم زي القنابل اول ما عشق يعني خلاص تنفجر الصراحه لما تنفجر تسوي لهم ضرر مره كبير خلونا ناخذ الاشياء اللي هنا طيب هنا في اخر تمثال خلونا بالبدايه نسمع هذا يعني لما انطلق عليه انطلق عليه من فين انطلقوا عليه من هنا Well, the doctor had to invent a new name for his injury. Called it fatal testicular devastation or some such thing. An innovator till the end, my grandpappy was. See, you sniffed all those riddles out like a saurian in heat. Head back to the terrace. There'll be a switch to reveal the entrance to the vault. See, Winnie? The vault hunter enjoys solving elaborate puzzles as much as you do. Yes. Yes, I do suppose the heart of an adventurer still beats within you, Vault Hunter. You are close. I keep one in my jacket pocket. That's the spirit! Ooh, yes, that's a good one, Joe. Too weak to survive. Come on, let's come on. Throw them, inshallah. Come on, 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 come on
ننهيه. يا سلام عليك. من اللي هنا فين؟ والأهل قرابة كم واحدة. لا الشيء ذا طولين معاه احنا. يا سلام والله سلاح ذا قاعد يصير ضرر كبير. عليك يا شيخ وان. تعلي تعلي تلحقنا الحق الحق يا ابن الذين الحق. فين المعدوم ده؟ يوه كده خلاص بقى بس الزعم حقهم. الله بابا بابا يا ساتر استر الله يا فجر تفجير. خربت ابوه خربت ما تخلصه. انا بخلصهم بالبدايه بعدين خلاص افضل الزعم حقهم. فين هنا في واحد وراي. انا راح اخش بزعيمهم. قيدو قريب يموت. ايش يهديه يا لطيف. والله القنابل باللعبة دي تسوي ضرر كبير. خلاص مات الحمد لله. قيل بس اثنين اللي هنا الأخير. سلام عليك. فيه لسه بك كمان واحد. صنعناهم كلهم الحمد لله. جديدة. والله صراحة زي ما أقول لكم الكوكب ذا مرة طولنا فيه. يعني ببداية اللعبة تقريبا كنت كل حلقتين أروح كوكب جديد. فصراحة ما أدري يعني الكوكب ذا مرة طولنا فيه صراحة. دحين ممكن لي زي كم أظن 6 حلقات. يعني إحنا لساتنا بالكوكب ذا. إحنا أظن صراحة لسه يعني أقل شيء بقى ممكن كوكب واحد أو كوكبين ممكن. شو مو معقول اللعبة راح تنتهي يعني بالكوكب ذا. The fragment, Vault Hunter. ودي هالشيء اللي أخذناه. We haven't much time. Forgive me. It's a thing I heard someone say once, and I always wanted to try it. Anyway, there's no time for parlor tricks. I will assemble the vault key. Wait for a key. لازم نستناها. ونحن تدينا مفتاح. بس على بال خلنا نظبط نفسي بالرصاص. بس خلنا نخلي كل شيء فل كذا. ايوه خلاص خلينا نشوف اذا عنده اسلحة جديدة. عنده درع اقوى من اللي عندي. لا صراحة مرة ما عنده درع اقوى من اللي عندي. خلينا نشوف دحين ايش فيه. طيب نحن نخسر معنا مفتاح. خلينا نرجع لهنا وننزل على تحت. والله كأنه بوس فايت. الله يستر. خلينا ننزل. الله يحس بوس فايت قريب. Take care of the vault monster. Then we will eradicate it before the calypsos arrive. هله هله. This makes no sense. There's supposed to be an enormous monster inside of all. والله ضرب مو مرة كبير. يا ساتر وخر لي وخر الله يرضى عليك وخر. خلنا غير السلاح. يا لطيف الطف. واحد فيهم قريب يموت. أنا ركزت عليه. نهانا الأول نهانا الأول أكيد الثاني بس نهانا لك هدي هدي استر لي عبر حق الرشاش ده هو كبير ما شاء الله خلصنا هنا نصات والله دي مسوة ضرر كبير حبيبي. ذا لدوبه كان تسخين. دحين البوس الحقيقي. لا لا
خلصنا لعبة 28. يا عيني بداية حلوة. الحركات اللي بسويها شية. هي يا وش قاعد تألف؟ طب حطيه حركة كده. ابوك ايش بيلف ايش بيسوي؟ لا 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 موق الحركه دي اصلا الحركه دي هدي بدي اطلق عليها هدية ممكن اطلق عليها برس اكبر والله اعتقد ايش بيسوي ايش بيسوي والله ما ادري ايش سوى لا ما جت فيني لا حرك كل شيء يا ساتر يا هدي من دي والله مشكلة الضرر قاعد تسوي ما هو مرة كبير خربت وش بتألف كمان لا يا السم اللي قاعد ترشه أنا كيف أوخر عنه يا لطيف جاب لي من دي لكن راح يخلص للرصاص كله نجرب الشوتجان لو اننا روقنا الحركة دي مدري حطيحني ولا وخر وخر الله والله انا مو مجنن الا ان الضرر اللي قاعد نسوي اليوم ما هو مرة كبير يا دبلك عليه خلنا نشوف الا والله تسوي ضرر اكبر زي ما توقعت قلت يعني مو معقول نقضيها كذا وين هذه النقطة الضعف هلا 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 طاح هذه عبديز هذه يا سلام هو ذا اللي نبيه هدينا الضرب ذا كمان كمان لا ترحمه يا لطيف ايش الحركة دي لا 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 ما نبقى تطيح يا ساتر السوم اخر على السوم يخرب بيته غير سلاح اوكي اوكي هذه فرصتي هذه فرصتي وخر 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 عشق 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 كله كله يا ساتر والله تقريبا خلصها نص قوته ايوه اضرب يدك لا جات فيني يا ساتر يا لطف السوم والله قاعد تسوي طرق كبير ايش بسوي دحين اوه يا الله يدي فين يدي 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 فلتت عشق 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 على راسه كوكا يده 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 عشق 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 قربنا والله قربنا ننهي يا سلام حنهيك المخيس اوعدك راح انهيك هذه فرصتنا عشك 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 دي من دي هيا خلاص خلاص كم طلقة بس والله كم طلقة بس انهيه انهيه اخر 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 والله مشكلة مرة قريب يا سلام نهيته خلطة نروح نشوف شيء ذهبي هنا ناخذه يا سلام شد كمبان عليه مرة جامد اديني كل شيء طيب طيب هدي انت بس شوية خلنا ناخذ الاشياء ذي خلنا نشيل شيء سريع
ششيل سلاح ذا والله جامد. خلنا نشيل الرشاش ذا. خلنا نشيل المسدس ذا بين عليه ضعيف. المسدس ذا. Thanos, are you okay? Just a little more. والله ما أدري إيش بهذي المخزن يساعدها. لا خلاص. Excellent, it worked. I told Lilith it would. Sir Hammerlock once told me that when hunting a beast, it's best to deny its sustenance. Starving creatures make mistakes. Now Tyreen Calypso will be unable to derive power from the vault monster. What the actual dick? Did you just kill the vault monster for real? Come on! Now there's no point in any of this! I'm so hungry! I guess I'll... I don't know, leech a pile of tinks? They're like popcorn shrimp, but more... screamy. You guys really suck, you know that? Totally uncalled for. It seems we're alone. You may proceed into the vault to collect your loot. Meanwhile, I will examine the Iridian technology out here. كنا بس نتأكد خلاص ما في شيء آخذه. لا خلاص خلاص مش قاعد يصير هو. طيب خلاص بعد الحين بدنا نرجع. خلاص خلاص إن شاء الله كده إحنا تمام. يا ساتر الزعيم صراحة ما كان سهل بس الحمد لله قدرنا عليه من أول محاولة. أنا أعتقد كان مدن الدس. لكن خلاص الحمد لله قدرنا عليه. هذا إحنا جعله هنا. في شيء ورا؟ لا خلاص خلنا إحنا جعله هنا. كان جينا قبل كذا. لما قتلنا أعتقد الديناصور العملاق ذاك. هنا بقى لازم نسوي شيء بس خلينا نشوف. العادة يعني يكون هنا في أشياء أخذها. مسدسات جامدة هنا فيه. نشوف إيش عندنا. صراحة باين عليه مرة قوي. خلينا نشوف هنا. والله يبغالي صراحة أشيل أشياء كلها. هذي ذا. يا سلام على الشاتجان. اللي قصدي اللي هي شو اسمه ذا الار بي جي. خلينا نشيل ذا. خلنا نشيل ذا، بشيل أشياء كثيرة صراحة، حتى الـ RPG ذا، الدرع ذا، أعتقد إنه وضعه بس لكنه ذهبي صراحة راح ينباع بقيمة جامدة، الأشياء دي خلونا من ذحين نفتحها عشان خلاص يعني تروح، القنابل ذي، صراحة في أشياء كثيرة ما أدري إيش أشيل، خلنا نشيل، والله خايف أشيل السلاح ذا صراحة بين عليه مرة قوي، السنايبر ذا 294 والله جامد. خلينا نشيل المسدس ذا. خلينا نشيل السنايبر ذا. طيب خلينا دحين ناخذ الار بي جي. لا الدرع سيرة ضعف ما ابغاه. نشوف الصناديق ذي اللي هنا. والله الرشاش صراحة بين عليه اضعف. حتى الرشاش ذا. خلينا نشوف هنا. يا سلام RPG اقوم اللي اخذناه خلاص ما في شيء يظن خلاص اخذنا كل شيء خلاص الحين نشوف هنا ايش راح يصير This vault is indeed connected to the Promethea vault you opened as well as Pandora and a fourth vault symbol I do not recognize could Tyreen Calypso be telling the truth about the great vault I am concerned. Come out and we will return to sanctuary together. Lilith will want to hear about this. طيب خلاص يا اخوي نطلع من هنا باين انه لازم نروح اللي هي السفينه حقتنا المنطقه الرئيسيه هذيك اللي لازم نرجعها بس بدي اخذ نرجع لهنا خلاص ايش اللي هنا اخذته فيزلك اوت اوف نو وير Now Ty, do it. Thanos! Yeah, Sata. And she's gone! Oh, man! When you killed that monster, I was like, shoot! But we've got our eye on a bigger prize. Lilith, the Calypsos have kidnapped Thanos. No! Damn it! Vault Hunter, I need you back on Sanctuary, now! طبعا لازم نرجع لها. خلونا نرجع. نسوي لهم فاست ترافل دحين. نروح المنطقة اللي نبغى نروح هنا هي
والله انا اللي اعرف انها هنا. ايوه هذه هي. طب رجعنا اللي هي السفينة حقتنا، خلونا نكلمها قائد اللي هنا. والله صراحة الأسلحة يعني اللي كانت معنا بالمهمة ذي مرة كانت رهيبة، يعني الضرر حقها ما شاء الله كان مرة عالي. لازم اطلع لفوق مو من هنا. فصراحة انا بعض الاحيان يعني انا كل ما اوصل ليفل جديد اروح اشتري اسلحة جديدة، بعض الاحيان صراحة الاسلحة تخيب ظني ما تكون مرة جامدة، بينما صراحة الاسلحة اللي اخذناها بالحلقة ذي الحمد لله الشوتجن كان رهيب وسريع، تقريبا كل الاسلحة يعني كانت رهيبة. احنا جلدين نكلمها. مش كومبليت الحمد لله. Exactly what I was afraid of. Stop talking about Tannis like she's already dead. There's still time. Incoming transmission. Of course. We kidnapped your scientist. Want to see her alive? It's not gonna happen. Yeah, cause you eat butts. It's us. Did you guess? Cool masks, right? Pre-order bonus. Time, pledge drive. So, spoiler, we are crazy close to opening the Great Vault. We found the key, BT Dubs, and it is huge! So we need a crap ton of iridium to charge it. You know what that means? Let's drive! And since our followers go apeshit every time we maim or murder one of you, we put the next one up to a vote! Would you believe it? Weird Scientist was our most requested murder. Beat out Annoying Robot by... Damn it! Speaking of murder, Carnivora is getting hungry. Show's starting soon, and it's gonna be a killer. Tannis. They're gonna kill her if we don't do something! Tannis risked everything to keep Tyreen from getting that vault monster. She deserves better than dying for the entertainment of two psychopaths. You're going back to Pandora. Vault Hunter, save her. The Calypso's mentioned a Carnivora. Go find Vaughn. I sent him to an old Crimson Raiders outpost in Devil's Razor. He's been monitoring COV movements. He'll know what's going on. You got this, Vault Hunter, you freaking animal. Go save that science lady. طب طلعت لنا مهمة جديدة. خلونا نشوف المهمة اللي طلعت لنا جديدة بليفل كامبس. بليفل 28 الحمد لله بنفس الليفل اللي احنا فيه. ان شاء الله راح نلعب الحلقة القادمة. كده وصلنا نهاية حلقتنا دي، بس قبل ما انهي الحلقة خلوني اوريكم المهارة اللي راح افتحها. هذه صارت 3 من 3. خلاص صارت جامد المهارة دي. والله صراحة ما ادري، خلونا نقول المهارة دي صراحة ما ادري حقت ايش بالضبط، ممكن خلينا نشوف بشكل افضل. اوكي خلاص حقي تمام. طيب يا شباب اتمنى ما تنسوا تضغطوا زر اللايك والسبسكرايب، وانا ان شاء الله اشوفكم في الحلقات القادمة. في امان الله يا شباب. I'm out. Peace.